دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ هاب، وتحياتي لكل مشاهدين حضرتك. يعني هل في حرم معبد ابو سمبل اي مثلا اماكن للاستراحه، اوتيلات ما شابه، ولا السائح بيروح من بدري خالص من قبلها قبل طلوع الشمس عشان يرصد هذا الحدث وتنه ماشي، لانه برضو الوصول مش سهل كده يعني؟ والله حضرتك اشرت لنقطه مهمه احنا بنطالب بها من زمان. هذه المنطقه للاسف يعني البنيه التحتيه فندقيه فيها قليله جدا، لذلك السائح بيجي بيقضي ليله واحده فقط، وبعد الساعه السادسه مجرد ما بيشوف هذا الحدث يعني خلال ساعتين بتلاقي المنطقه رجعت فضيت تاني وبتجي لها افواج تاني من الاقصر. ولذلك بنتمنى يعني دايما بنحلم، وبقالي 10 سنين طالب بان احنا نعمل سياحه جديده في مصر اسمها سياحه الشمس. لان ناس كتير جدا ما تعرفش ان موضوع التعامد مش بس على معبد ابو سمبل، ولكن هو بيوجد في مناطق اخرى. عندنا معبد حتشبسوت، عندنا معبد قصر قارون في الفيوم، معبد الكرنك، عندنا كمان كنيسه اسمها تل الدير ودي موجوده في منيا القمح. طبعا احنا عملنا هنا في القناه فيلم تسجيلي مهم، شارك في مهرجانات دوليه. اعلم كنيسه تل الدير. اعلم لان برضه بيتعامد على الشمس في ايام محدده، لذلك طالبنا كثيرا. بس هنا بيتعامد على المسبح مكان الصلاه مش على تمثال يعني. مع الثاني يعني هي في نفس قدس الاقداس. وبعدين دلوقتي يا فندم دلوقتي في كمان 21 اكتوبر و21 فبراير في المتحف المصري الكبير. ما لذلك احنا كنا نتمنى ان تبقى في شركه سياحه تتبنى سياحه جديده اسمها سياحه الشمس، تدعو باكج محدد مثلا سي 1000 يورو 2000 يورو زي ما يحددهم، بحيث ان السائح يجي عده مرات يشوف هذه الظواهر في اماكن مختلفه ومناطق مختلفه. لكن وفي نفس الوقت احنا عندنا منطقه ابو سمبل زي ما حضرتك يمكن ما اعرفش حضرتك في صورتها او لا، هناك منطقه البحيره دي لابد نستغلها يعني في المهار. يعني اتمنى ان يكون في مهرجان اسمه مهرجان الشمس في منطقه ابو سمبل، لا يقتصر الامر على اليوم، بحيث ان احنا يبقى الفنادق صديقه للبيئه اللي هي البيوت النوبيه. أيوة. اللي هي مش هتكلفنا كتير جدا. كمان ان احنا نعمل بعض الالعاب الرياضيه في البحيره، يبقى في اوبرا تتعرض في نفس الليله، واحنا عندنا يعني اوبرا عاملها عزيز الشوان وده احد الموسيقيين المصريين. وبالمناسبه حضرتك بتقول يعني مجدي يعقوب وغيره، فاحنا عندنا اوبرا مهمه جدا ليه اسمها ازيس، نتمنى ان يعيد احيائها. احنا عايده خلاص، عايده احنا بقالنا 200 سنه في عايده. فاحنا عندنا تاني وليه مش بتاعتنا دي، بتاعت فيرد بالظبط. فيرد طبعا، لكن عزيز الشوان طبعا الموسيقار عزيز الشوان. اتشرفت بمقابلته. الله يرحمه، كان شخصيه فذه يعني. يعني ليه دار الاوبرا ما تشاركش، خصوصا وزاره الثقافه كانت مشاركه، وفي نفس الوقت يبقى عندنا اسبوع او اسبوعين وفرصه ان اهالينا في النوبه وحضرتك عارفهم الناس الجمال بموسيقاهم واكسسواراتهم بكرامهم بابتسامتهم بخصوصيه المنتجات بتاعتهم في الملابس وفي الاكسسوار وفي الحفلات نفسها والحنه والتاتو. انت عارف حضرتك مش لا يقتصر الامر فقط على الرؤيه 20 دقيقه ونروح، لكن احنا لو عندنا اوتيلات بسيطه مش مهم اوتيلات 5 او 7 ستارز، احنا ممكن نعمل اللي هي الحاجات الكامبنج الصغيره اللي هو الاجانب زي قريه حضرتك جيت رحت قريه تونس وشفت البيوت البسيطه اللي هي مش مكلفه تماما، نعمل بنفس النمط بقطاع قريه تونس. وبالتالي عندنا فرصه كبيره جدا جدا ان نعمل مهرجان اسمه مهرجان الشمس. صحيح. بس انا هوضح لحضرتك حاجه، طبعا العلم الحديث ثبت موضوع العيد الميلاد وعيد التتويج ليس له علاقه، هذا يعني هذه الظاهره ليس علاقه بالميلاد والتتويج، لان هو التتويج احنا عارفينه توج امتى، ولكن الميلاد احنا مش عارفين، لان عارف حضرتك كان في الفتره دي يعني الناس بيموتوا كتير. بتاع دكتور مجدي يعني الخط بيقطع. ما انا بقول لحضرتك، وبالتالي ليس علاقه بميلاد بموضوع الميلاد. طب يعني اذا كنا مش عارفين الميلاد امتى، طب ليه بنقول ان المناسبه دي مش بتاعه الميلاد؟ ما هي طبعا هذا الراي هو راي غير علمي، الراي الارجح والاهم دلوقتي وكل الكتب والمراجع العلميه بتقوله هو لا علاقه بموسم الزراعه وموسم الحصاد. لو حضرتك ده كلام منطقي، ده كلام برضه منطقي. يعني حضرتك نزلت الريف الان بيبداوا يزرعوا القمح والشعير والحنطه والحاجات دي، وفي شهر فبراير بقى يبداوا يحصدهم، لان القمح مش بيقعد اكتر من 3 شهور او 4 شهور يبدا يفرس الزراعه. بس كل الاحوال معجزه فلكيه يعني تاريخيه يعني ما فيهاش هزار يعني. لذلك نفسي نستغلها يا استاذ ايهاب، نستغل هذا الموضوع اكتر واهم طبعًا. والمكان في حد ذاته هو مكان رائع جدا يعني طبعًا. قابل ان احنا نستثمر فيه اكتر. من صوتي لصوت حضرتك والحمد لله ان المناسبتين جايين في جو معقول شويه، لو كان فيهم مناسبه في شهر 7 ولا شهر 8 كان زمان الناس ساحت، فلابد فعلا من عمل موتلز صغيره او على شكل بيوت نوبيه كده، اماكن استضافه او غرف فندقيه
بالإضافة لبعض البازارات وبعض الأنشطة والاستثمار بقى للحفلات والتواريخ والأغاني والأكسسوارز اللي هم بينتجوها والحنة أشكرك جدا يا فندم على وجودك معايا دكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار. شكرا جزيلا. وفي كل الأحوال كل سنة وانت طيب. مولانا الملك رمسيس الثاني على مدار التاريخ تظل فخر ليك بأثارك بتاريخك بكل ما تركته لينا مع أولادك كمان اللي كانوا أقل شهرة، لكن ابنه ليه عمود رائع موجود دلوقتي بيستقر في المتحف المصري الكبير في البهو العظيم.